جميل. المباراة دي كان فيها أحداث ما قبلها كبيرة وشديدة، يعني ناخد مثلا قصة كهربا لأنه اتقال فيها كلام كتير قوي يا كابتن رمضان، وأنت كنت صاحب القرار باستبعاد إيقاف كهربا وترحيله، يا ريت تقول لنا الكواليس وإيه اللي تم وظروف العفو عن كهربا يا كابتن رمضان. والله بص، يعني انا بفضل كابتن شوبير اتفضل. اللي هقوله دوت. اللي حصل مع كهربا خد عقابه، اللي لكن حصل خد عقابه، خد عقابه نعم وانتهى. نعم ما عنديش اي مبرر ان احكي تفاصيله، لكن نعم ممكن احكي اللي عمله النهارده كهربا، ايوه اللي هو نقول اما بعد. نعم كهربا النهارده جه اعتذر للمدرب وسط اللعيبه في الملعب، نعم، وكان المدرب متقبل دوت وقال له انا اخطات وبعتذر لك وابدا معاك صفحه جديده، واتمنى ان انت تبدا معايا صفحه جديده. كويس، واللعبه استقبلت ده بشكل كويس وجميل. حلو. ده لما يحصل النهارده، ايه الحكمه ان اتكلم في اللي حصل امبارح؟ حلو، كويس، انت فاهم اقصد ايه؟ يعني نعم، انا ممكن ممتاز. اتكلم في اللي حصل امبارح لو ما حصلش جديد النهارده، نعم، لكن النهارده ده الجديد، فما خلاص انا انسى اللي فات ماليش دعوه بيه، يعني بحلو بمر وبتاع. هو جه اعتذر وقال لي انا اسف وما اعرفش حصل مني كده ايه، خلاص ده يكفيني، نعم، لان انا كنادي خدت حقي من خطأ اللعب ولا ما خدتش؟ مظبوط. طب جميل، هل بقى هذبحه؟ هقعد اتكلم في طب انا ممكن اتكلم في الماضي لو ما كانش في جديد حصل. نعم. لكن لما يجي النهارده ويعتذر المدرب وسط اللعيبه زمايله ويبقوا فرحانين بيه وقلبوا الموضوع بشكل ودي وجميل، طب ما انا عايز الروح دي، يعني اي صحيح. عمل جماعي نعم. انا مصر على ان الروح بتاعت العمل الجماعي نسبتها كبيره جدا نعم. في انك تعمل اداء جيد وتعمل نتائج كويسه. طيب. وانا حاسه من اللعيبه في الفتره، يعني بعد موقف كهربا، يعني تعاطف اللعيبه مع كهربا وصلني اني كنت فرحان جدا بيهم وسعيد كنت بيهم سعيد طول ما ان هم متعاطفين مع كهربا يا كابتن؟ جدا، لدرجه ان انا قلت لهم يعني عايزين كهربا، قال لك طب ضاعف العقوبه نعم وبس ما ينزلش. قلت لهم لا ده قرار منتهي، لكن انا ممكن اعمل لكم حاجه، دام انتوا يعني حابين قوي كهربا ومتعاطفين معاه وزميلكم وحبيبكم، نعم لو انتوا كسبتوا الزمالك ممكن اقلل العقوبه، ايوه يعني بقى بحس ان دام انتم متعاطفين معاه وحابينه قوي، طب ما خلاص انا عايز اروح العمل الجماعي. نعم. فمش عايز كان يحصل انكسار او انهزام ليهم، او ايوه كان المحايله بتاعتهم ما جابتش نتيجه. نعم. لا طب جابت نتيجه بس مشروطه. نعم. بس يعني هو ده الحوار اللي حصل، وفي شكل عائلي يعني، عارف انت، او اسري يعني. حتى النهارده كمان عجبني قوي كولر يا كابتن رمضان، وحاطط على صفحته صوره ووراه كهربا وكانه بيقول رساله للجميع يا كابتن رمضان. ما هو دي نتيجة اللي حصل من كهربا النهاردة، عشان كده تفاصيل اللي حصل مش ذو أهمية كبيرة. الجديد إيه؟ يعني الجديد هو الإيجابي بالنسبة لي. نعم. في روح جديدة، في ناحية معنوية عند كهربا، بيتمرن النهاردة أحسن من الأيام اللي كان بيتمرن فيها قبل الماتش. فعلا؟ بيتمرن بجدية حقيقية وانسيابية كويسة وحاجة جميلة يعني. إذا بالتالي وارد إنه يكون موجود في الفرقة في الماتش اللي جاي. القرار لكولر طبعا، و ممكن يبقى موجود، ان الراجل بيمرن اللعيبه وبيشوف الاداء بتاعهم عامل ازاي وروحهم عامله ازاي، تنفيذهم لتعليماته.